طريق المعاناة تولد القوة. فرغم معاناتها من صعوبة الوصول إلى شوارع مدينة مراكش المغربية الصاخبة، تمكنت امرأة تعاني من مرض نادر في العظام من شق طريقها في الحياة، ما يشكل مصدر إلهام للآخرين. نعيمة إيلو البالغة من العمر 63 عاماً ولدت وهي تعاني من نقص تكون العظام، وعاشت مع هذه الحالة منذ طفولتها، لكنها لم تسمح لها بتقييد روحها أو رحلتها في الحياة، وبدأ مسار حياتها بكفاح شخصي، ولكنه تطور إلى مهمة وهي مساعدة الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة. ملي كنت صغيرة كيعجبني نساعد شي حد، كيعجبني نفرح الناس، ما نعرف علاش. ممكن تكون تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ممكن أنا كنحس بواحد اليدة حيت تنشوف واحد الإنسان في واحد الموقف مادي أو معنوي، وأنا قدرت نغير ليه داك سميتو ونشوف الابتسامة على وجهه، ونشوف داك البارق في عينيه ديال الفرحة. في عام 2006 شاركت نعيمة في تأسيس جمعية الكوثر لتقديم الدعم والتوجيه، ولمسة من روحها الإيجابية المعدية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتوسعت الجمعية عام 2015 لتشمل الرعاية الطبية، ما يوفر مورداً حيوياً للبعض. تعطينا الكوراج باش نخدموا، باش نصبروا، باش نديروا واحد المادة تاع الصناعة التقليدية، وربحنا فيها فليسات اللهم لك الحمد، وهي تيرجع لها الفضل، تيرجع لها لأنه هي صبارة، صبارة بزاف، وزادتنا حنايا، عطتنا الصبر أكثر. حياة نعيمة اليومية وهي تنتقل بصعوبة في شوارع مراكش النابضة، وتمثل المدينة التي تعج بحركة المرور وتشوبها بنية تحتية يصعب السير فيها في كثير من الأحيان، عقبة تلو الأخرى لها ولغيرها من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا تنقول الإنسان هو اللي تيكون الشخصية ديالو باش الناس تقدر تحترمه أو تحتقره أو تنمر عليه. أنا عمري ما كان عندي داكشي، كنت دائما عايشة بعفوية، الناس كتحترمني، وأغلبية الناس كتشوف الجوهر قبل من الشكل، وحتى الناس اللي كيشوفوا الشكل كيعاودوا يعطيوني، تنحس بهم النظرة ديال العطف، أنا ما كنكرهها. بالنسبة لنعيمة لا يشكل نقص تكون العظام عائقاً، بل هو عدسة مختلفة يمكن من خلالها رؤية الحياة، وفي حدائق مراكش وسط الهدوء والجمال تقول نعيمة أنها تجد الدعم والقوة.